أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. في هاتين الآيتين الكريمتين الله تبارك وتعالى يشير إلى بعض الأهداف الرئيسية المطلوبة من البشر، أمور ثلاثة: عقدية، وأمران يرتبطان بسلوك الإنسان في مقام العمل. الأمور العقدية الثلاثة: ألا تعبدوا إلا الله. بالصراحة الله تبارك وتعالى ينفي العبادة لغيره أو ينهى عن العبادة لغيره. ألا تعبدوا إلا الله، هذه الجملة إما جملة خبرية، جملة نافية بتقدير لام التعليل، يعني لألا تعبدوا إلا الله. الآية السابقة بيّنت أنه الكتاب الله تبارك وتعالى كتاب أحكمناه، أحكمنا آياته ثم فصلناه. لماذا؟ شنو العلة في ذلك؟ العلة في ذلك لألا تعبدوا إلا الله، يعني لكي لا تعبدوا. هذه جملة خبرية نافية تنفي عبادة غير الله تبارك وتعالى، ويمكن أن تكون جملة ناهية إنشائية، جملة إنشائية ناهية، فتكون تفسيرا للكتاب المستحكم المفصل في الآية السابقة. هذا الكتاب المستحكم الذي فصلناه شنو تفسيره؟ المطلوب منكم شنو؟ أنه لا تعبدوا إلا الله تبارك وتعالى. فهنالك احتمالان: جملة ناهية أو جملة نافية. الغرض من الخلق، خلق البشر، هو العبادة، عبادة الله تبارك وتعالى، وهذا هو الغرض الأدنى. خلق الخلق لكي يعبدون، لكي يعبد الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف نعبد؟ ما هي الطريقة الصحيحة لعبادة الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن للإنسان أن يهتدي بنفسه إلى الطريقة الصحيحة لعبادة الله تبارك وتعالى. لذا أنتم تشوفون الأفراد اللي ابتعدوا عن منهج الله، عن منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يريدون أن يعبدوا الله، يخترعون لأنفسهم طرقا لا عقلية ولا عقلائية ولا شرعية. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعبدون الأصنام لكي يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى. هذه طريقة باطلة لم يأذن بها الله تبارك وتعالى. فلمعرفة الطريقة الصحيحة للعبادة المطلوبة لله تبارك وتعالى أنزلنا الكتاب المحكم المفصل. كتاب أنزلناه
أحكمنا آياته، فصلناه. لماذا؟ شنو السبب؟ شنو العلة؟ شنو الهدف؟ شنو الغاية؟ ألا تعبدوا، يعني لألا تعبدوا إلا الله. هذا التوحيد الأصل الأول في الدين، ويتضمن العدل أيضا. الثاني إنني لكم منه، إنني لكم منه، هذا الأصل يشير إلى الرسالة، دور النبوة والرسالة، الواسطة بين الخالق والمخلوقين. ويتضمن هذا الأصل الإمامة أيضا، لأنها استمرار للنبوة. إنني لكم منه نذير وبشير. الإنسان في حركته إلى الأمام لوصوله إلى أي هدف يحتاج إلى جناحين يتحرك بهما أو يطير بهما لكي يتقدم إلى الأمام. شنو هالجناحين؟ جناح الإنذار وجناح البشارة. الإنذار وحده ما يكفي، البشارة أيضا وحدها ما تكفي. لذا أنتم تشوفون الأطفال بالمدارس بين إنذار وبين بشارة، بين تهديد وبين ترغيب، وهكذا الشباب في الجامعة. هسه كل واحد بمقتضى سنه وبمقتضى معرفته وقدراته العقلية، البشارة لمستقبل واعد، يصير مهندس، يصير طبيب، يصير أستاذ، يصير عالم، هذه بشارة. أو الإنذار من مستقبل مظلم، مثلا يدخل في السجن خوفا من الدخول في السجن، وللوصول إلى المراتب العالية يتحرك لطلب العلم، فلا يمكن الاقتصار على أحدهما دون الآخر. إذا اكتفينا بالبشارة فقط، المستقبل المشرق فقط، هذا قد يسبب للإنسان الغرور، والغرور بداية السقوط. إذا بس قلنا مستقبل جيد، أنت قوي، أنت قدراتك جيدة، أنت تتمكن، روح حث إلى الأمام بس المقدار بدون تخويف، لا يحذر من المخاطر، ماكو حذر، هذا يسقط. السقوط من أين يبدأ؟ يتصور أنه يتمكن من كل شيء. إذا تصور الإنسان أنه قادر على كل شيء، هذا بداية سقوطه، لأنه يمتلك حالة من الغرور، والغرور مبدأ السقوط. اليهود اللي هم أذل خلق الله تبارك وتعالى، هؤلاء يتصوروا نفسهم شعب الله المختار. هذا شعب الله المختار شنو يتصور؟ يتصور أنه يملك الجنة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذا سر سقوطهم. السقوط الأخرى واضح، السقوط الدنيوي هم نشوفه. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. هذه الأصول الثلاثة، التوحيد في ضمنه العدل، الإمامة، النبوة استمرارها الإمامة، المعاد، الإنذار والبشارة. هنالك عاملان في مقام العمل. الآية الثانية تبين هذين العاملين، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، الاستغفار والتوبة. وأن استغفروا ربكم، هذه جملة إنشائية، أمر استغفر ربك، عطف على الجملة السابقة ألا تعبدوا إلا الله. إذا قلنا الجملة السابقة نافية، الواو هنا تصير استنافية،
لأنه لا يمكن عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية. ألا تعبدوا إلا الله نافية، جملة خبرية، واستغفروا ربكم وأن استغفروا ربكم جملة إنشائية، لا يصح عطف الإنشاء على الإخبار، فنقول الواو هنا استنافية. وإن قلنا الجملة السابقة جملة إنشائية، ألا تعبدوا يعني نهي، جملة ناهية، فهذه أيضا جملة إنشائية آمر، ويصح عطف الجملة الإنشائية على الجملة الإنشائية. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذان الأمران الاستغفار والتوبة. سؤال، هل الاستغفار والتوبة شيئان أم هما شيء واحد؟ في الإطلاقات عندنا حينما يقول تب إلى الله تبارك وتعالى يتبادر إلى الذهن الاستغفار، وحينما يقول استغفر الله تبارك وتعالى يتبادر إلى ذهنه التوبة، ولكن هنالك فرق دقيق بينهما، وربما هما من قبيل إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. حينما تقول الاستغفار وحده، هم معنى الاستغفار يجي هم معنى التوبة يجي. حينما تقول التوبة هاي الكلمة وحدها يجي في البال الاستغفار اللي هي التوبة، فهما شيء واحد. أما إذا اجتمع الاستغفار والتوبة بينهما فرق، الاستغفار طلب الغفران للمعاصي السابقة، يطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر له ذنوبه. الإنسان قد يرتكب، مو معصوم، قد يرتكب بعض المعاصي والذنوب، لا سمح الله غيبة، كذبة، تهمة، نظرة إلى أجنبية في ساعة الغفلة، عصبية مع زوجته مع أولاده، استغفر الله تبارك وتعالى. الله يريد بالاستمرار الإنسان يرتبط بالله تبارك وتعالى عبر الاستغفار، بحاجة إلى تطهير قلبه، أعضائه، جوارحه مما علقت بها من الآثام والذنوب. خب، هل استغفار هل مقدار يكفي؟ الجواب لا، لأن المستقبل مو مضمون. إذا طهرت القلب عن المعاصي والذنوب بالاستغفار اللي قسم منه لفظي وقسم منه قلبي ندم، هذا يطهر الذنوب السابقة، الصفحة السابقة تصير بيضاء. المستقبل شنو؟ ممكن الإنسان يرتكس، ممكن الإنسان يكرر الذنوب، فالاستغفار عن الماضي فقط ما يكفي، بحاجة إلى أمر مستقبلي، ثم توبوا إليه، يعني ارجعوا إلى الله تبارك وتعالى في مستقبل أمركم. التوبة يعني الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. بعض المفسرين قالوا التوبة والاستغفار هنا معنى واحد، يعني التوبة عطف تفسيري على الاستغفار، استغفروا ربكم، أبين ذلك كيف استغفر ربي بالتوبة إليه، فهما شيء واحد. ولكن في حقيقة الأمر عند الدقة يتبين أن الاستغفار سواء لفظي أو قلبي لتطهير الإنسان، لتطهير قلبه عما مضى من المعاصي والآثام والذنوب والخطايا وما أشبه ذلك، ولضمان المستقبل لابد وأن ترجع إلى الله من الآن فما بعد، تفتح صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى.
هذه الأمور الخمسة العقدية والعملية. شنو النتيجة؟ سؤال، شنو النتيجة المترتبة على الالتزام بهذه الخمسة؟ هل هنالك نتيجة؟ فورا الآية الكريمة تبين لنا النتيجة المترتبة على هذين الأمرين العقدية والعملية: الاعتقاد بالتوحيد، الرسالة، المعاد، الاستغفار، التوبة. شنو هذه النتيجة المترقبة المنتظرة؟ يمتعكم متاعا حسنا. المتاع الحسن، عيشتكم في الحياة الدنيا تكون عيشة حسنة، متاع حسن. ما يقول متاع كثير، ما يقول متاع طويل، ما يقول متاع كبير، لا، متاع حسن. أكو قضايا الإنسان ينظر إلى كمها، وأكو قضايا الإنسان ينظر إلى كيفها. قد تكون الكمية كثيرة جدا، هواية ثري إلى أبعد الحدود، عند الملايين، متنعم بالمال، ولكن ما عنده استقرار، ما عنده طمأنينة، لا استقرار نفسي لا روحي. فعنده متاع، هذا المتاع كثير، عنده دار واسعة، عنده زوجة، عنده أولاد، عنده أموال كثيرة، عند متاع الدنيا، ولكن هذا متاع قليل. الله يعبر بالقرآن عنه بمتاع قليل. ليش؟ لأنه حسن، ما له مستقبل جيد. يمكن في ظاهر الأمر الإنسان يشوف غير المؤمن متنعم، والمؤمن قد يعاني في الحياة الدنيا، ولكن حينما ينظر إلى القضية من كل أبعادها بالبدء وبالخاتمة يرى الفارق كبير بينهما جدا. الآن المثل، فرد مثال عرفي، فرد واحد يعطوه فرد قصر، يقول له أسكن في هذا القصر لمدة سنة وتنعم ما شئت، والثاني يسكن في الكوخ، ولكن صاحب القصر بعد سنة يلقى في السجن، يأخذوه ويحاكموه ويذبوه بالسجن. أعطيه متاعا طويل الأمد، 20 سنة أقعد بهذا القصر وتنعم وافعل ما شئت، ولكن وراءك سجن وتعذيب ومطاردة. العاقل يقدم على ذلك، يقول أقعد 10 سنوات بهذا القصر وأتنعم وبعدين سجن وتعذيب ومطاردة إلى آخر العمر؟ إذا واحد هيك يفكر ربما في عقله خلل. خلي نصغر المثال، هسه يمكن البعض يقول لي خلي 20 سنة أتونس وبعدين الله كريم. خلي نصغر المثال، نسويها لحظات. واحد ينطوه خبز يابس، جوعان ينطوه خبز يابس ولكنه صحي، الثاني يفرشوا له مائدة فيها ما لذ وطاب ولكنها مسمومة. يلا الرجال خلي يتقدم، من يتقدم لذلك؟ مائدة فيها ما لذ وطاب ولكنها مسمومة، أو فيها بعض الأمراض المستعصية، بها فيروس أو ميكروب ينتقل إلى بدنه من المائدة إلى المستشفى، لازم 10 سنوات يتعالج. أيها المتاع الحسن وأيها المتاع الطيب الذي الحسن الواقع، هذا الخبز اليابس اللي تأكله صحيح لو لا؟ أن آكل هذا الطعام البسيط، الفقير المؤمن الذي يأكل طعاما بسيطا أو يعيش في دار بسيطة متواضعة ويضمن آخرته، هذا أفضل. أو فرد واحد يعيش فترة عمره في أفضل أنواع النعيم الدنيوي بلا استقرار روحي ولا نفسي، ويتعقبه العقاب الضرر، لا يأمن عقاب الله تبارك وتعالى. أيهما أفضل؟ العاقل يقدم على أي الأمر؟
بالقضية العقدية الاعتقاد بالتوحيد والنبوة والمعاد مع الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، الأجر اللي الله يعطيكم يمتعكم متاعا حسنا. افرضوا فر الطفل في كنف أبيه، ده يلعب، طفل ثاني يتيم هم ده يلعب، اثنيناتهم ده يلعبون، شنو الفارق بينهما؟ الطفل اللي في كنف الأب يلعب ولكن مستقبله مضمون في هذه الفترة القصيرة، أما الطفل اليتيم الذي يلعب أيضا يتونس مثل ذاك ولكن ما عنده أبو، يتيم مشرد في الشوارع أو عنده فرد واحد متكفل يظلمه، أكو فرق بينهما، هذا هو الفرق بين المؤمن وبين الكافر. لذا الله تبارك وتعالى يقول يمتعكم متاعا حسنا، هذا المتاع الحسن استقرار في الدنيا، راحة في الدنيا متصلة بثواب الآخرة، في مقابله المتاع السيء، اللذة في أيام قليلة تتبعها عقاب، يتبعها عقاب وعذاب وألام. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، هذه متعة ولكن المصير إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. يمتعكم متاعا حسنا، إلى متى؟ إلى أجل مسمى، يعني إلى نهاية أعماركم. الآجال آجال حتمية وآجال معلقة، كل إنسان الله تبارك وتعالى كتب له أجلين أو آجال عديدة، واحدة منها حتمية ومجموعة منها معلقة. الأجل الحتمي اللي في نهاية المطاف الإنسان لازم يموت، انتهى أمره مهما فعل، هنالك آجال معلقة في البين، يعني المقرر أن يموت وعمره 20 سنة إن لم يتصدق، فإن تصدق يعبر هاي المرحلة. أكو أجل ثاني المقرر أن يموت وعمره 25 سنة بحادث سيارة مثلا، إن لم يصل الرحم، فإن وصل رحمه، هاي الروايات اللي تقول من وصل رحمه الله يمد في عمره 30 سنة مثلا، اللي يتصدق الله يدفع عنه ميتة السوء وما أشبه ذلك، كلها تريد حسب الظاهر تبين الآجال المعلقة. ولكن إذا حان وقت الأجل الحتمي بعد كل شيء يسوي ما ينفع، تصدق أو وصل الرحم أو قرأ أو فعل من الأذكار والأدعية التي تحفظ، هذا أجل محتوم ينتهي الأمر. فلذا المؤمن يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني إلى نهاية أعماركم المقدرة، عكس الأمم العاصية التي الله تبارك وتعالى يقصف عمرها بالأجل المعلق، بالهلاك والاستئصال، بالعذاب الدنيوي المنتهي إلى العذاب الأخروي. ويؤتي كل ذي فضل فضله، بينا الأمور الخمسة ولكن هنالك المزيد وهو الفضل. الفضل يعني الزيادة في هذا البين، لا تكتفي بهذا المقدار، استعد، وراءك فرد سفر طويل، على الإنسان أن يستعد للاستزادة من المستحبات ومن الفضائل. الله تبارك وتعالى الإنسان إذا استزاد من الفضل زاده فضلا وعطاء بمقدار الطاعة في الواجبات وفي المستحبات، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، يزيده الله عز وجل جزاء لعمله ثوابا. ويؤتي كل ذي فضل، يعني من يزيد في الطاعات وفي العبادات، هذا ترغيب، ترغيب للمؤمنين أن يزدادوا الفضل في هذا الشهر الكريم وفي سائر الشهور، لكي يزيد الله تبارك وتعالى عليهم الثواب والفضل. ويؤتي كل ذي فضل فضلا. في تأويل هذه الآية الكريمة ورد عن الإمام الباقر
صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله. من هذا صاحب الفضل؟ ويؤتي كل صاحب فضل فضله. من هو؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا ومن اتبعني علي بن أبي طالب. صل على محمد وآل وآل محمد. صل على محمد. هؤلاء هم أصحاب الفضل على كل البشر بل على كل الكون. ويؤتي كل ذي فضل يعني صاحب فضل، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب وآل محمد عليهم السلام، يعطهم فضلهم وأجرهم وثواب عملهم وجهادهم ومن تبعهم إلى يومنا هذا. كل من يقوم بالفضل بالزيادة في العمل يستزيد من الخيرات والصدقات والمبرات بصلة رحم أو عطاء أو صدقة أو إحسان أو قراءة قرآن أو صلاة ليل، فإن كل ذلك لا يضيع عند الله تبارك وتعالى. ويؤتي كل ذي فضل فضلا. ما هو موقف المشركين؟ المشركون ما هو موقفهم؟ الكفار ما هو موقفهم؟ المعاندون ما هو موقفهم؟ العاصون ما هو موقفهم؟ في تتمة الآية يبين الله تبارك وتعالى موقف هؤلاء من تلك الأمور الخمسة: وإن تولوا شنو النتيجة؟ فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إن شاء الله نبين هذا المقطع في الليلة القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.